الحدود الدنيا لكليات الشعبة الأدبية بتنسيق المرحلة الثالثة 2022. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ قليل الحدود الدنيا لكليات الشعبتين العلمية والأدبية بتنسيق المرحلة الثالثة 2022، وذلك لطلاب الثانوية العامة المرشحين للكليات المختلفة، مؤكدة أن مرحلة تقليل الاغتراب 2022 ستبدأ غدا ولمدة 5 أيام متتالية، وتنتهي الساعة 7 مساء السبت المقبل، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي حددها الأعلى للجامعات الحكومية. الحدود الدنيا لكليات الشعبة الأدبية بتنسيق المرحلة الثالثة 2022. حقوق انتساب موجه أسيوط 245.0 آداب انتساب موجه حلوانة 245.0 حقوق انتساب موجه حلوانة 244.0 آداب انتساب موجه الفيومي 244.0 حقوق انتساب موجه أسوانة 244.0 آداب انتساب موجه بنات عين شمس 244.0 آداب انتساب موجه دمياط 244.0 آداب انتساب موجه بورسعيد 244.0 حقوق انتساب موجه بنها 244.0 آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 244.0 حقوق انتساب موجه طنطا 244.0 حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 243.0 حقوق انتساب موجه المنصورة 243.0 آداب انتساب موجه بني سويف 243.0 آداب انتساب موجه أسوانة 243.0 آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويسي 243.0 آداب انتساب موجه العريشي 242.0 آداب انتساب موجه أسيوط 242.0 حقوق انتساب موجه مدينة السادات 242.0 تربية الطفولة سهاجة 242.0 تربية بني سويف رياضة 242.0 آداب انتساب موجه المنيا 242.0 آداب انتساب موجه جنوب الوادي 242.0 تربية نوعية بنها 242.0 آداب انتساب موجه سهاجة 241.0 تربية السويس رياضة 241.0 آداب انتساب موجه الوادي الجديد 241.0 تربية نوعية عين شمس 241.0 تربية تعليم ابتدائي دمياط 240.0 فني تمريض عين شمس 240.0 تربية تعليم ابتدائي السويسي 240.0 اقتصاد منزلي حلونة 240.0 تربية طفولة السويسي 239.0 تربية نوعية الفيومي 239.0 خدمة اجتماعية حلوان 239.0 تربية تعليم ابتدائي مطروح 239.0 تربية المنيا رياضة 239.0 كاف تا ف
الفن رأي وصرف ومساحة قنا 239.0 تربية تعليم ابتدائي العريش 238.1 تربية كفر الشيخ رياضة 238.0 تربية تعليم ابتدائي الوادي الجديد 238.0 تربية دمياط رياضة 238.0 خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 238.0 خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوى 238.0 تربية فنية المنيا 238.0 السياحة والفنادق تعليم تبادلي اسكندرية 237.0 تربية نوعية المنوفية بأشمون 237.0 فني تمريد حلوان 237.0 تربية نوعية المنصورة بميت غمر 236.5 تربية نوعية فنية أسيوط 236.0 خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 236.0 خدمة اجتماعية أسوان 236.0 الفني لترميم الآثار بالأقصر 236.0 خدمة اجتماعية الفيوم 236.0 تربية طفولة العريش 235.1 خدمة اجتماعية أسيوط 235.0 تربية جنوب الوادي رياضة 235.0 تربية نوعية بورسعيد 235.0 تربية رياضية بنين بورسعيد 235.0 السياحة والفنادق تعليم تبادل حلوان 235.0 تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 234.0 تربية نوعية مطروح 234.0 تربية نوعية سوهاج 234.0 خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم 234.0 خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط 233.5 خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان 233.0 فني تمريد أورام القاهرة 233.0 تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 233.0 تربية طفولة الوادي الجديد 232.0 تربية نوعية فنية طنطا 232.0 تربية أسيوط رياضة 231.0 فني تمريد مستشفى تخصصي عين شمس 231.0 فني تمريد السويس 230.0 تربية نوعية فنية الزقازيق 230.0 تربية تعليم ابتدائي جنوب الوادي بالغردقة 230.0 تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 230.0 كاف تا فني صناعي اسكندرية 230.0 تربية نوعية موسيقية المنيا 229.0 تربية تعليم ابتدائي أسوان 229.0 تربية نوعية فنية دمنهور بالنبارية 228.0 تربية نوعية فنية بنها 228.0 تربية فنية حلوان بالزمالك 227.1 تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون 227.0 تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية 227.0
تربية طفولة أسوان 226.0 تربية نوعية فنية الإسكندرية 226.0 تربية رياضية بنات دمياط 224.0 تربية نوعية موسيقية أسيوط 224.0 تربية نوعية فنية الفيوم 223.0 تربية نوعية موسيقية الزقازيق 223.0 تربية نوعية دمياط 222.0 تربية نوعية أسوان 222.0 تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة 221.0 تربية رياضية بنين مطروح 210.0 تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي 210.0 تربية طفولة جنوب الوادي بالغردقة 210.0 تربية مطروح رياضة 219.0 تربية سوهاج رياضة 219.0 تربية الوادي الجديد رياضة 219.0 تربية أسوان رياضة 219.0 تربية نوعية فنية سوهاج 217.0 تربية نوعية فنية القاهرة 217.0 تربية نوعية فنية جنوب الوادي 216.0 تربية نوعية موسيقية المنوفية 213.0 تربية رياضية بنات مدينة السادات 213.0 تربية شعبة تربية فنية السويس 212.0 تربية رياضية بنات الوادي الجديد 212.0 تربية نوعية فنية المنصورة 212.0 تربية رياضية بنات أسيوط 209.0 تربية رياضية بنين الفيوم 209.0 تربية رياضية بنات الفيوم 208.0 كليات تربية فنية تربية فنية حلوان بالزمالك 237.0 درجة تربية نوعية فنية الإسكندرية 236.0 درجة تربية تعليم ابتدائي مطروح 236.0 درجة تربية نوعية فنية كفر الشيخ 235.0 درجة تربية نوعية فنية دمنهور بالنبارية 235.0 درجة تربية نوعية فنية بنها 234.0 درجة تربية نوعية فنية القاهرة 233.0 درجة تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون 233.0 درجة تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر 233.0 درجة تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية 232.0 درجة تربية رياضية بنين طنطا 232.0 درجة تربية رياضية بنين كفر الشيخ 231.0 درجة تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي 231.0 درجة تربية شعبة تربية فنية السويس 231.0 درجة تربية رياضية بنات السويس 231.0 درجة تربية رياضية بنين الزقازيق 230.0 درجة تربية نوعية فنية بورسعيد 229.0 درجة تربية موسيقية حلوان 229.0 درجة
تلبية نوعية موسيقية أسيوت 228.0 درجة. تلبية نوعية فنية جنوب الوادي 227.0 درجة. تلبية رياضية بنين مطروح 227.0 درجة. تلبية تعليم ابتدائي الوادي الجديد 225.0 درجة. تلبية رياضية بنين السويس 225.0 درجة. تلبية رياضية بنين المنيا 224.0 درجة. تلبية رياضية بنات الزقازيق 224.0 درجة. تلبية نوعية موسيقية المنوفية 224.0 درجة. تلبية نوعية موسيقية المنصورة 224.0 درجة. تلبية نوعية فنية الفيوم 223.0 درجة. تلبية رياضية بنين أسيوط 223.0 درجة. تلبية رياضية بنين حلوى 223.0 درجة. تلبية نوعية فنية سوهاج 223.0 درجة. تلبية نوعية فنية المنصورة 222.0 درجة. تلبية رياضية بنات طنطا 221.0 درجة. تلبية رياضية بنين الفيوم 220.0 درجة. تلبية طفولة أسوان 220.0 درجة. تلبية نوعية فنية عين شمس 210.0 درجة. تلبية رياضية بنين مدينة السادات 219.0 درجة. تلبية نوعية فنية دمياط 218.0 درجة. تلبية تعليم ابتدائي أسوان 218.0 درجة. تلبية رياضية بنات الإسكندرية 217.0 درجة. تلبية رياضية بنين بني سويف 217.0 درجة. تلبية رياضية بنين سوهاج 216.0 درجة. تلبية نوعية موسيقية بنها 216.0 درجة. تلبية رياضية بنين جنوب الوادي 216.0 درجة. تلبية رياضية بنات المنصورة 216.0 درجة. تلبية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر 216.0 درجة. تلبية رياضية بنين أسوان 215.0 درجة. تلبية نوعية موسيقية الإسكندرية 215.0 درجة. تلبية رياضية بنات المنيا 214.0 درجة. تلبية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية 213.0 درجة. تلبية نوعية أسوان 212.0 درجة. تلبية رياضية بنات بورسعيد 211.0 درجة. تلبية رياضية بنات حلوان بالجزيرة 210.0 درجة. تلبية رياضية بنين العريش 210.0 درجة. تلبية رياضية بنات الفيوم 209.0 درجة. تلبية رياضية بنات مدينة السادات 209.0 درجة. تلبية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر 209.0 درجة. تلبية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية 209.0 درجة. تلبية رياضية بنين الوادي الجديد 208.0 درجة.